اختار أن يأتي إلى مدينة طرابزون ويعود إليها بعدما كان درب هذا الفريق في العام 2005 بسبب أنه كان قدم وعد شفهي إلى رئيس النادي حاج عثمان أوغلو، لكن في الأخير لم تجري الرياح بما لا يشتهي هذا المدرب. ورغم أن سلسلة النتائج السلبية استمرت لجولات عديدة منذ بداية هذا الموسم، إلا أن إدارة النادي أكدت في وقت سابق بأنها ستحافظ على هذا المدرب وأنها تعلم حجم وقيمة عمل هذا المدرب داخل المجمع الرياضي وليس على أرضية الميدان، وهي تنتظر أن تتحقق النتائج في قادم المواعيد. وحيد خليلوزيتش يترك طرابزون سبور بعد تألق حتى اللحظة في مسابقة الدوري الأوروبي وإمكانية كبيرة جدا من أجل بلوغ الدور الثاني وتجاوز دور المجموعات الانتصار الثاني. جاء فريق طرابزون سبور ولو أنه في مركز العاشر إلى أنه نقاطيا غير بعيد عن كوكبة الصدارة، 7 نقاط فقط مع مرور 9 جولات عن جالاتاساراي وفنرباتشي، لكن في الأخير المشكل الأكبر لفريق طرابزون سبور هو تلقي الأهداف، يعني تقريبا من بين أسوأ الدفاعات حتى اللحظة في الدوري التركي الممتاز بتلقي 13 هدف منذ بداية الموسم. يعني ربما كانت إقالة وحيد خليلوزيتش مفاجئة لبعض الأوساط، لكن الجميع كان يطالب بإقالة هذا المدرب بالرغم من، يعني حسب كلام إسلام كما فهمت من إسلام وحسب رأيي الشخصي، أن طرابزون تعجل في هذه الإقالة لأن وحيد خليلوزيتش قاد الفريق بشكل جيد في مباريات الدوري الأوروبي، أيضا ليس بالسوء الكبير في بطولة الدوري التركي بما أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط، بينما تعادل في 6 مباريات وفاز الفريق الآن في مبارتين. فريق طرابزون سبور في آخر 10 مواسم قام بتبديل 8 مدربين خلال مباريات المراحل، وهذا رقم كبير بالنسبة لهذا الفريق. يعني بعد 116 يوم يتم إقالة وحيد خليلوزيتش، وهو ربما، وأقول ربما، يكون هو خسارة بالنسبة لفريق طرابزون هذه الإقالة. نمر إلى مجموعة من أجمل الفرص التي شهدتها المرحلة 9 من السوبر ليج التركي في هذا الكليب.